صباح الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. جماعة انا عايزة اقول لكم النهاردة يوم مسكر اوي اوي اوي، انا مبسوطة جدا ان احنا الحين عند خالتي عشان نفرحها اوي. بص يا جماعة، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان شهر كريم، فربنا يعود عليكم الايام كلها بخير كده يا رب. احنا النهاردة قررنا ان احنا نعمل مفاجأة ونطب على اختي كده فجأة ونقول لها كل سنة وانتم طيبة، نفطر معاها وندخل لها بالجنيه الجامدة ديت. انا عايز اقول لكم يا جماعة، طبعا انتوا احنا صورنا لكم طقم الملامين ده قبل كده، وانتوا شفتوه، ده الطقم الوحيد اللي بيدخل ميكرويف في مصر. الطقم ده جامد جدا جدا، انا جبته لمرات اخويا وجبته لمراتي وجبته لامي، قلت كمان بقى مش عايزه على اختي طبعا. مش عايزه على اختي طبعا. الطقم دوت جامد جدا جدا، قلت لها لون حلو كده على زوي، بس طبعا انا مش هفتحه دلوقتي علشان خاطر ايه؟ ايه تفتحه بنفسك؟ هي لازم هي اللي تفتحه بايديها. عايز بقى اقول لكم المفاجاه بقى، ان بمناسبه عيد الام داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين، عاملين طقم ثواني هديه اللي يطلب الطقم دوت ويقول لهم انا من تبع حوارات. كل سنه وانتم طيبين، كل ام وهي طيبه. طبعا يا جماعه دي فرصه كويسه جدا جدا جدا، لان رمضان جاي في عيد الام، فعيد الام دوت انت لما تهدي امك او اختك او مراتك او حماتك تقول لها كل سنه وانتم طيبه، هتاخد الاجر 70 مضاعف. فكل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي هنبتدي بقى ان احنا نتحرك. شكله عسل قوي، جامد جدا الطقم ده. انا عايز اقول لكم ان انا بدخله الميكرويف وبدخل غساله الاطباق وما بيتكسرش ودنت الخدش والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، كنا مصورينه قبل كده وعملنا لكم عليه تجارب كتير قوي قوي قوي. طقم جامد جدا وسعره مناسب ان انت تهدي بيه حد، مش مكلف قوي يعني، حلو يعني سعره حلو، قيمه مقابل سعر جامد جدا جدا جدا. فاحنا دلوقتي احنا في سفر واحنا في اسكندريه ونكسب وقت، فاحنا صاحيين الصبح بدري. حطيتوا لايك ولا لسه؟ كنت لسه هقول حطيتوا لايك ولا لسه؟ انت قبل اي حاجه انت بتحط لنا اللايك، حط اللايك وصل الفيديو ده. لو الفيديو ده وصل ل 200,000 لايك هعمل المفاجاه الجايه للشخص اللي انتوا هتختاروه في التعليقات دلوقتي. شوفوا انتوا عايزين نفاجئ مين وانا هعمله مفاجاه الفيديو الجاي. يلا بس اهم حاجه الفيديو ده يوصل ل 200,000 لايك عشان اعرف ان انتوا عايزين موافقين. ابو امام بيضحي، احنا واقفين على الصفر كده. خد النيل، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا اخي. يلا بينا نتوكل على الله. يلا بينا بقى نوصل بالسلامه. معنا حوالي 3 ساعات تقريبا سفر. فان شاء الله نوصل بالسلامه كده ونروح ونفرحها وندخل عليها وندخل عليها البهجه والسرور. يا ابويا متحمسه وفرحانه قوي. نايرها استنى وزياد شبطوا فيا، قالوا لي بس انت رايح عند خالتي يبقى احنا لازم نيجي ونفطر معاها ونقول لها كل سنه وانت طيبه. انا عايز اقول لكم هم بيحبوا خالتهم جدا جدا جدا. اختي دي عسل اصلا. أيوة. تتحب. ايوه دخلتي دي الحب والطب والكنتالوب. بصوا يا جماعه، عايز افرحكم معايا زي ما انا فرحان كده. بسم الله ما شاء الله، اخيرا النجيله بتاعتنا طلعت وظهرت. الحمد لله، ده احلى حاجه. بصوا انا اول ما بفتح الباب بتاع البيت كده بلاقي النجيله بالمنظر ده. انا مش عايزه اقول لك يا جماعه كان بيعمل ايه، كان كل شويه وربنا كل شويه حرفيا ما فيش ساعه وتلاقي الارض دي كلها ميه، يقول لي انا نفسي تطلع، انا نفسي تطلع. كنت ببقى عارفه اللي هو عايز اتعمى في بقها كده، مش عايزه تطلع، عايز اغطى. يعني جبت كيماوي، رشيت كيماوي ورشيت بتاع حاجات كده الجنين هو جابها يعني، وانا كل شويه ارش فيها ميه بقى عشان انا عايزه تخضر كده، لان اصلا كمان بتقابلنا مشكله يعني غير المنظر وكده، احنا الرمل لما بيجي حد يدوس فيها ويخش جوه بيدخل رمل البيت. فطبعا دي مشكله كبيره. لو غير كده راحه نفسيه وشياكه، وبعدين خلينا نحاول ان شاء الله بيحافظ عليها وبيهتم بيها. يلا نطلع على القاهره. تفتكروا كده بقى لما ندخل دلوقتي على خليكم كده، يعني احساس ايه كده لما طب كنت تقولي لي اعمل فطار؟ ده هتزقط. ما هي اكيد هتبقى عامله فطار. ماشي، بس هي هتبقى عايزه يعني تعمل حاجه. طبعا اكيد. هي عندها الخير كله طبعا، ربنا يوسع ويزيد ويبارك. وعايز اقول لكم الحاج سيد ده ببعت له البوسه ديت حبيب قلبي حبيب قلبي. فكل سنه وانتم طيبين ودايما ان شاء الله متجمعين. بس عارفه انت اللي هو ايه كده، لا تغروني. طيب يا جماعه تحس رمضان جاي علينا احنا ماشيين نوزع قلوبنا كل الناس. والله كل الناس جميله دلوقتي. لازم تحبوا بعض ولازم تهادوا بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. انا دلوقتي اللي بتفرجوا عليا دول لو جبت لكم هديه وفاجئتوا بيها كده وده داخل عليكم، مش هتحبوني؟ والله هتحبوني وحطيت لايك كمان. شقوك بس مش هتحبوني. هو انت لما يشوفوك ده لوحدها المفاجاه اصلا. حبيبتي يا نيره، حطها في الشنطه. احنا كده مش ماشي. انا اللي هقعد ورا واحد عيني. انت عايزه تنامي؟ احطها ورا؟ لا احطها هنا بالظبط. انت مرتاحه لحسن الطقم تقيل؟ ما انا مش عارفه احطه في الارض، عايزه معلش. تخيلي انا عايز اصدمك. ايه؟ انا احتمال انام وانا ماشي في الطريق. بس يا عم براحتك. يعني ركز كده، الله يبارك لك. انا اسمها عشان انت لو غفلت ولا حاجه انا هنوصل بسرعه. لا يا راجل.
الواد ابو مخاب حظها حلو والله اختي ديت محظوظه يعني. بص انا جبت لامي وجبت الكل هنا ما جالهمش طقم السنه الجامد ده. يلا حلال عليها هتفرح بيه برضه. مش انتوا بتجيبوا في عيد الام طقم كوبايات؟ طبعا انا بقول عيد الام لان اختي هي يعني على فكره هي اصغر مني بسنتين بس يعني هي برضه في مقام امي يعني عارفين هي. ايوه يا غالي هي ما هي الاخت. مش عارف اقولها لكم ازاي. انا مش عارف انا اختي زياد الكبيره وام وهو الاخت. هو نفس الاحساس ده كده فاهمين يعني انا بحس الاحساس ده كده. فعايز اقول لها كل سنه وانت طيبه وانا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يخلينا لبعض وما يحرمنا ابدا من بعض. انا خلاص والله هعيط والله يا رب احنا ماشيين والله رمضان ده تعفن. يلا بينا. يلا اقفل باب البيت. حاضر يا باشا. طبعا يا جماعه الاء مش هتقدر تيجي معانا عشان الاء كده يعني خلاص هي دلوقتي كده في مرحله ادعوا لها ان ربنا يعومها بالسلامه. بدات ان هي تخش في تعب. بدات ان هي ما ينفعش احركها كتير. اتشكشكت كتير في ايديها. فادعوا لها ربنا يعومها بالسلامه عشان هي تعبانه. فادعوا لها ربنا كده يعومها بالسلامه يا رب. وان شاء الله كده نونو يجي على خير وينور بيتنا. انت كملوا انت بقى وانا اغششكم كل حاجه. الله ينور عليك يا اسطى. وعليك يا باشا. يلا بقى. والله انت عارف كنت لسه اقول لك دلوقتي ايه؟ عايزين نشوف حاجه ناكلها واحنا ماشيين. يلا يا زوز. اهم حاجه عايزين نعمل ايه بقى؟ نفس العربيه ده قدام المغسل لما نوصل بالسلامه. العربيه بص من جوه عامله ازاي؟ صورها صورها. في فضايا يا عم. لا صورها اهو. احنا مش فاضيين. بص العربيه عامله ازاي؟ العربيه بقت معفنه ورانا مشاغل وغصب عننا معفنه. انا مش كده وانتوا عارفين واكتر ناس عارفين قد ايه انا بغسل العربيه اصلا. لا بامانه خلي محمد مش بيسيب العربيه كده توصل للمرحله دي ابدا. ما وصلش كده غير للشديد القوي. الناس كلها بتقعد تجمل في نفسها وكل حاجه. لا انت اتفضل اتفرج على عفينه. اتفرج ببلاش. خدي نيره دي جنبك الاقي ربنا يبارك لك يا رب كده واشوفك كده يا رب حاجه كبيره يا رب يا نيره. واحنا لسه على الصبح الدنيا صيام. بدعي لك يا نيره اشوفك يا دكتوره يا اما اعلاميه وصحفيه مشهوره قوي مشهوره قوي وتطلع بقى على التلفزيون. الاستاذه نيره جت. يلا عليك الاستاذه نيره جت. لا بس تكوني صحفيه كده حاجه كبيره كده وليها عشان نورنا والدنيا بتقف لك كده طوابير. يلا يا عم زياد. يلا يا معلم. توكلنا على الله. قولوا دعاء السفر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وانا الى ربنا لمنقلبون. يلا زوز. طبعا دي اجراءات السلامه يا جماعه. لازم نأمن على الكاوتش قبل ما نمشي. ما ينفعش ندور العربيه كده ونسافر. لا لا مش اسحق ولا يغفلونا. احنا لازم زي ما بنحط بنزين يا جماعه وبنظبط العربيه لازم نعدي على بتاع الكاوتش ونقول له شيك لنا على الاربع فرد. ليه؟ لان انت مش على طريق مش 120 فلازم العربيه تبقى فيها توازن. انتوا فاهمين طبعا وعارفين بس احنا بنذكر بعض مش اكتر. يا اللي تقول عليها بروفيسور. على فكره انا بهتم انا بركز في الكلام ده كله عشان أيوة. لما اتعلم السواقه. طب وربنا يا بنتي يا نيره الاحسن الايام الجايه دي لعلمك السواقه. ايه رايك بقى عشان الكلمه اللي انت قلتها في حقي دي. يلا بقى استنوا الفيديو اللي جاي يا جماعه وانا بعلم نيره السواقه وربنا يستر وما تندمنيش. بس مش علمك السواقه الا في حاله واحده يا نيره لو الفيديو ده وصل ل 200000 لايك. خلاص يا جماعه وصلوا الفيديو ده ل 200000 لايك. الفيديو ده لو وصل 200000 لايك والله ما برجع في كلمتي. لا اعمل لكم فيديو من اوله لاخره ونيره بتتعلم وهي في الاخر بتسوق ماشيه لوحدها. يلا يا جماعه بسرعه والنبي والله ما بيرجعش في كلامه. والله العظيم ما برجع في كلامي ابدا. احنا في رمضان مش في رمضان. والله انت عارف انا هنا عليا اجيب اكل. انا مش عشان انا متعود انا مسافر الصبح بدري بجيب فطار. والله اللي انا بقول لي زي وانت تصوم النهارده احنا نمشي ورديحي كده. واقول لك على حاجه كمان يا نيره. ان شاء الله ان شاء الله اطلع لك رخصه وتبقي ماشيه مرخصه. اللهم امين يا رب. الله الله. زياد بيحب السيره دي قوي. ده انا بعشق السيره دي. ده هو الراجل خلص ولا لسه؟ انت يا عمو بيعشق الكوتشي. قال لي بتقول يا عمو يا عمو. قعدتني بامك كده بس هي كلمه حلوه بصراحه. لا كلمه حلوه. بتحسي ان انت كيوت صغنونه. اه بحس انها بتلفت النظر. اه يا عمو يا عمو. ايوه بس انا كنت بقول لو سمحت حضرتك ممكن تاكل كده. هي بقى ايه اختصرت الكلام كله يعني اختصرته كده. ان شاء الله نوصل بالسلامه. ان شاء الله ان شاء الله. اللي معاه ربنا ما بيغرقش. ما بيغرقش. اقسم بالله احنا صاحيين فايقين قوي. كنت لسه اقول لك انا حاسك مهيس مش عارف ليه. كلنا. عم بقول اشعار. المشكله ان احنا اصلا ما بنذكر هم ساعتين يا خلاص يا عمو. يا عمو ايه؟ عمو زي. يا عمو انت خلي لو سمعني. بس انا هقول له يا عم شكرا يا عم شكرا اقسم بالله بص لي بصه عمو عمو ايه يا ابني عمو يعني حتى راجل مش قادر يقول لك ده انت قدمني اللي انا سمعته ده صح
يلا نوصل بالسلامه، ادعوا لنا نوصل بالسلامه. ولو طبعا ما دام شفت الفيديو يبقى احنا قلنا الحمد لله على السلامه، يبقى احنا وصلنا. لو شفته ايوه، ولو ما شفتوش برضه ارحموا عليك. يا ساتر يا رب، الله اكبر. الله بص هفقر على الصبح. الله اكبر، احنا على طريق سفر يا نيره. ايه اللي انت بتقوله؟ لا لا، ابو الجزء الحلو المادي يا جماعه. لا لا، البس حزام الامان. ايوه كده، استر يا رب. طبعا يا جماعه حزام الامان ده مهم جدا، عشان لا قدر الله لو في حاجه ومش لابس حزام الامان خطير جدا الموضوع ده. الايرباك مش هيفتح اصلا، يبقى انت ماشي بالعربيه ما فيهاش امان خالص، ما فيهاش اي وسائل امان. فانت لو مش لابس الحزام ده ولا قدر الله حصل حاجه، انت الايرباك مش هيفتح، لان الايرباك لو فتح وانت مش لابس حزام المفروض ان هو يعورك، فما بيفتحش. فيا جماعه الحزام مهم جدا، ما حدش يستهتر بيه، ما حدش يلبسه في الكاميرات والمراقبات بس، لا البسوه للسلامه للامان. حتى لو انتم ماشيين في طريق ما فيهوش كاميرات ما فيهوش كده، البسوا الحزام لنفسكم. يلا بس، وشكرا لكم، كلام حكم اهوت ونصايح. ايوه اتعلموا يا جماعه، اتعلموا اتعلموا، رسموا الفيديو 200000 لايك ما شاء الله تاني عشان نتعلم. طبعا يا جماعه ما ينفعش نكون في القاهره وفي شهر رمضان وما نجيش نزور صباح اخت الله يرحمها، دعواتكم ليها. دعواتكم ليها يا جماعه كلكم، ان ربنا يرحمها. اللهم امين يا رب، كله يبدا يرحم عليها وربنا يرحمها ان شاء الله خير، كله مزروع جنبها كده. انا خالي محمد قال لنا لازم نيجي نحوض هنا عشان نزورها كده ونفرح كده بيها، لان هي اكيد برضو حاسه بينا وكل حاجه، وربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. احنا بنصور لكم يا جماعه عشان تدعوا لها، عشان احنا في شهر كريم مفترج، وكلكم تدعوا لها عشان خاطر برضو ربنا يتقبل منها. وهي اصلا ميته في ايام زي دي، ميته ليله خميس، فاضل الجمعه تيجي ورمضان وكده، فكله يترحم عليها يا جماعه يعني. ومن تاني مش عايز تقول حاجه يا زياد، ولا انت بتيجي هنا ولسانك بيسكت؟ باجي هنا مش عارف اهم حاجه بس ايه، اقرب دخول المقابر. السلام عليكم. السلام عليكم دركم المؤمنون، انتم السابقون ونحن بكم لاحقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه يا جماعه، كل اللي بيحب امي واللي كان بيتابعها وكان بيحب يتفرج على فيديوهاتها وكده يدعي لها بالرحمه، لان احنا في ايام مفترجه، والايام دي الدعوات فيها بتبقى حلوه، وربنا بيستجيب من اي حد اي حاجه يعني. ربنا يرحمها، يرحم امواتنا جميعا، ويرحم امي، ويرحم كل عزيز على كل حد يعني متوفى كده. امين يا رب. اللهم ارحمها. السلام عليكم. كل الناس يا جماعه دلوقتي ترحم على ام زياد وتدعي لها ان شاء الله تكون من اهل الجنه. اي حد اتعلم منها طريقه طبخ، اي حد اتعلم منها ان هو يقوم كده ويكون نشيط ويقوم يعمل روتين، اي حاجه. ولو ما اتعلمتش منها وحبيتها لله في لله، ادعي لها دعوه حلوه، وربنا ان شاء الله يقعد لك اللي يدعي لك برضه. واحنا الحمد لله احنا كملنا المسيره مكانها برضه، فاحنا السلاله بتاعتها. امكم فرحانه بيكم دلوقتي يا زياد انت ونيره؟ اكيد. والمره الجايه ان شاء الله يكون يوسف وريماس معانا بقى إن شاء الله. احنا بننزل القاهره يا جماعه بنستغلها فرصه ونيجي نزورها كده يعني، هي بتحس بينا على فكره، الميت بيحس باي حد يجي له. الجنينه حسن كان هتزورها. بص صدق، الله يرحمها. الله يرحمك يا صباح. الله يرحمه ويغفر لها ويجعل مثواها. انت عارف انا الاول كنت اما باجي كنت بفضل اعيط بقى، وصوتي كان يعني كنت بحس ان انا صوتي بيتحاش خالص، ده بقى جامد شويه. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يرحمها يا رب ويرحم امواتنا جميعا. انت عارف انا بدعي لها وانا قاعد في البيت، بدعي لها مثلا وانا بصلي، بدعي لها وانا في اي حته عامه، لان الدعوه بتروح لها من اي مكان انا فيه، سواء انا هنا او في البيت او في اي، لو في دوله تانية الدعوه بتروح لها، لان اللي موجود هنا الجسد بتاعها، لكن روحها عند ربنا، فالدعوه بتوصل في اي مكان عادي. فكنت بدعي لها بالرحمه يعني، وكنت بدعي لها كتير. سمعت كمان ان هي حاجه بدعه تقريبا، ان هم يجوا يقراوا الفاتحه يقول على روح كذا. سمعت ان القران مش هو اللي بينفعهم، الداعي وهي اللي افضل ليهم. لا، وتقراي القران للميت برضو، بس مش شرط ان انت يعني من اي مكان، من اي مكان، بس زياره القبور هي بتبقى عظه لينا ان احنا نتعظ ان هي دي اخرتنا ودي نهايتنا، وان الدنيا ملهاش لازمه وان الدنيا فانيه، بنتعظ من زياره القبور. وثانيا الميت بيفرح بينا اصلا يعني، الميت اصلا اول ما انت بتيجي تخش على القبر عنده، وطبعا بتبقي واقفه قدام الباب كده، هو كده مدينا وشه يعني، اصلا اللي مدفون بيبقى مدفون بوشه للباب يعني، هي كده شايفانا، هي كده حاسه بينا، وانت بتسلم عليها بترد عليك السلام. احاديث كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لما بتسلم على الميت بيرد عليك السلام، وبتعرف اخبارك وبتعرف عنك كل حاجه. فانت دلوقتي ادعي لها وقول لها ان احنا كويسين واخواتي كويسين، وان شاء الله كده ان شاء الله هنفرحك بينا ان شاء الله.
مش عايزين معيط عشان احنا مش صغيرين، احنا مش صغيرين، احنا كبار. يلا كفايه كفايه عليكم كده، عشان ايه انتوا لسه اكتر من كده هتتعبوا. يلا بينا، انا ما منكترش عن 5 دقايق يا جماعه، عشان لو قعد اكتر من كده مش هنعرف نلمهم من الشارع. ايه بدات تقرعشي كده؟ يلا يا نايره. انا عايزه اقول لك ان تقريبا دي اول مره انا اكون جايه وحاسه انها متماسكه. انت مشيتي بتدعي لها؟ بدعي لها. وهي بتجيلك في المنام وفرحانه؟ اكتر حاجه هتفرح امك تفوقك في حياتك. اكيد. وان انت تكون متفوق في حياتك وتكون شخص كويس. اكيد. وانت يا نيره الكلام ليكي برضو يا نيره، العيال مش شايفين بحاجه يا نيره، ادعي لها وركزي في مستقبلك وحققي الحلم اللي كانت بتحلم بيه طول عمرها. لما تحققي الحلم اللي امك كانت بتحلم بيه اقسم بالله هتكون اسعد واحده. اكيد اكيد، ربنا يرحمها يا رب. والله اول مره اجي واحس ان انا كده متماسك، اللي هو الحمد لله. الحمد لله. الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا جماعة، ويتصلوا على النبي كده إن شاء الله ربنا يرحمها يا رب، ويرحم أمواتنا جميعا يا رب، ويسامحها ويغفر لها. يلا يا زياد، قريت الفاتحة ودعيت؟ اه. يلا يا نيرة، يلا عشان نيرة هتعيط بقى. يلا عسل. لا نيرة جامدة يا عم، تقلقش. يلا يا عسل. انت بتعكسها كده تقول لها نيرة جامدة؟ لا دي كده معاكسة. يلا يا عسل. تبقى مبسوطة بينا واحنا متماسكين كده، هتحس ان احنا مخليين بالنا. لا يعني هتحس ان انتوا كبار. اه انتوا، ما انت صغير زياد، انت الله اكبر 18 سنة، مش صغير. انت صغير يا نيرة. يلا يا نيرة، مش انتوا كنتوا عمالين تقولوا ايه عايزين نيجي عايزين نيجي عايزين نيجي بقالكوا كتير؟ جبتكوا اهو. عايزين حاجة تاني؟ مش مخلي نفسكوا في حاجة، نفسك في حاجة تاني؟ لا. نفسك في حاجة تانية يا زياد؟ أنا كده تمام. مرضيين يا عم زياد؟ اه الحمد لله. زياد عمال يقول أنا عايز أروح لأمي، عايز أروح لأمي، قلت له كده كده هنروح لأمك، الله يرحمها. الله يرحمها، أهم حاجة محدش ينسى يدعي لها، ما دام دخلت الفيديو ده فادعي لها، فربنا يرحم أموتنا جميعاً، وكل واحد أكيد عنده حد غالي عليه، إن كان أمه، أبوه، أخته، عمه، أي حد أكيد عنده حد غالي لو توفى فكله يدعو له بالرحمة، وإن شاء الله ربنا يرحمهم كلهم ويرحمنا جميعاً لما نموت بقى. اللهم امين. يلا بقى نروح عند اختنا التانية. يلا. عند خالتكم؟ عند خالتي امي التانية، خالتي امي التانية برضه. احنا محضرين لها مفاجأة جامدة جدا، وانا عارف انها هتنبسط بيها. الله ينور يا زياد. بنورك يا معلم، نلحق نغلف البوكس ده دلوقتي بسرعة بسرعة قبل ما نطلع، عشان ايه؟ انا عايز خالتي يفضل عندها فضول كده تعرف ايه اللي جوه هنا. لا ويا جماعة لما تكونوا بتقدموا هدية لازم تقدموها في اكمل وجه. طبعا. عشان حتى دي في وشك انت، كل واحد بيعمل اللي يليق بيه اكيد يعني، صح؟ اه لزق بقى بس بسرعه قبل ما حد من العيال يجي يخرج من الشارع ويشوفنا. ايوه بيفتح اللزق، مش عارفه العلب بلغ عننا يا نيره. مش بتاكل اللزق؟ مش بيفتح، مش عارفه. خد، مش عارفه افتح. بصي هفتحه لها في ثواني. مين اللي بيتواجهوا مشكله اللزق دي؟ احنا والناس كلها بتواجهها نفس المشكله. انت اصلا بتفتحي في حته تانية؟ والله الموضوع سهل جدا على فكره. الله ينور يا زياد، متخصص بوكسات. فاكر يوم ما كنا بنلف الهديه لخالك محمد وقلاء؟ عايزين زيها. بس ايه رايك في المفاجاه دي ساعتها اصلا؟ كانت جامده والله. وهي بتفتح عايزين ننشف ريقها، عشان يعني كل ما ينشف تتحمس اكتر. انا اللي مع الناس ان هي تلف الهديه بطريقه. انت مدروخه ليه كده يا نيره؟ من الفرهده، من الحر والصيام والسفر. والسفر بس كله في دماغي تبقى مبسوطه. هتفتح يا زياد؟ طبعا. هتتفاجئ يا زياد؟ ده كده كده. خالتي اصلا انا عايز اقول لك ان خالتي اي حاجه بتبسطها، لو حاجه صغيره بتبسطها، لو احنا جايين اصلا بتتبسط. اكيد شايف كل الحجم ده والطول ده مبسوطه. يلا يا نيار خش يا نيار، انت بتنهج ليه يا نيار؟ انا جايبه لها حاجات اصلا في الشنطه ديت تاني فمش قادره. خلاص يا جماعه احنا اديناها لها وكانت في قمه سعادتها وفرحتها. طبعا احنا ما بنصورش لان هي مش بتصور، هي مش يوتيوبر. احنا بنقول لها دي هديه بسيطه تهني بيها يا رب. عايز اقول لكم تعالوا اتفرجوا على الطقم، فرحتها بالدنيا والله، لونه خطير. كان نفسي تشوفوا رده فعلها، بس هي ما نو يوتيوب نو سوشيال ميديا نو فيسبوك. لا بص بص بقى بص يا جماعه، اللون جامد جدا 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 وتحفه. وخلي بالكم يا جماعه ده الطقم الوحيد في مصر اللي بينزل منه لونين، يعني لون ولون، لون ولون، فاهمين؟ يعني الطقم ده واخد شات الايس، بيدخل ميكرويف، بيدخل غساله الاطباق. هسيب لكم البيانات بتاعته دي كلها تحت بقى في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. قولوا انتوا تبع حوارات هتاخدوا طقم الثواني ده هديه بمناسبه عيد الام وبمناسبه ان انتوا جايين من عندنا ورمضان. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. الحق العرض وما تنساش كلمه السر تقول ان انت من حوارات. يعني بس قول ايه رايك في اللون؟ اللون ده بص يا سيادة، بص يا سيادة اللون جامد قوي. اللون جامد بصراحه، اللون مميز قوي قوي قوي. بص يا جماعه اللون حلو قوي خطير.
بص الصواني عامله ازاي. انا اكتر حاجه عجباني الصواني عارف ايه؟ فيها براد ومش عارف ايه، تحس انها عامله زي رمضان. بص يا جماعه الطقم دوت والصواني عليه طبقه دي حمايه ضد الخش، يعني لا بيتخدش ولا بيتكسر، فبامانه بجد شغل عادي. انا اريح بقى عشان انا تعبت. الطريق طويل قوي فعلا. فهريح شويه كده بقى لحد الفطور، بعد كده ابقى اصحى بقى. يعني تصبح على خير. دي اللي مروق علينا، احنا فطرنا وفاجئنا وفرحنا وهيصنا وشهيصنا، وانت حطيته اللايك واشتركته في القناه. زياد روق علينا بقى وجاب لنا عصير قصب. عصير القصب ده مفيد جدا، واحلى حاجه بقى ان انت تشرب العصير القصب بعد ما بتفطر ونسافر بقى. يلا تتهنوا بشرب يا رب. يلا يا جماعه نروح ونكمل معاك كل يوم بقى. يا نيره ايه رايك؟ انا فاشع عصير القصب، مش بحبه بس فجاه كده بقيت بحبه وكل شويه بطلبه. انا عايز اقول لك شكلك وانت ماسكه العصير القصب شكلك جامد بصراحه في الكاميرا. انا اتمرمطنا النهارده يا جماعه، بس مبسوطنا جدا جدا. بهدله حلوه. يعني بهدله زي العسل الحمد لله. ما نفسكش تقول اي حاجه يا اسطى؟ عايز اقول للناس كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. يا رب يا رب يا رب السنه الجايه نكون كلنا كده، وكل اللي بيتمنى يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند النبي. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ويرحم امواتنا اجمعين. امين يا رب. ونشرب العصير. بس طعم العصير حلو جامد. الحمد لله يا جماعه وصلنا البيت، وخالي محمد في شويه نشاط فقال ارش الجنينه. انا بحب ارش الجنينه اصلا يا جماعه، وانا قلت اتسلى كده لحد ما الفجر ياذن، عشان لو نمت دلوقتي مش هعرف اصلي الفجر. فممكن تروح عليا وانا هفضل ارش كده اتسلى كده عشان ما نمش، بتوه نفسي يعني. وكل سنه وانتم طيبين. اهم حاجه يا جماعه يعني خلي بالكم من نفسكم في الايام اللي جايه ديت، عشان الايام اللي جايه ديت لا فيها راحه ولا بالراحه. بس ما شاء الله الجنينه اتملت زرع. يا ابني امال ايه، واي حد ولا ايه؟ ده انا ايدي فيها على طول الجنينه ديت. الله ينور عليك يا اسطى. اي حاجه محتاجه اهتمام. طبعا لو ما اهتمتش بالنجيله عمرها ما هتوصل للمرحله دي. فالحمد لله ده خير. ده الحمد لله. انا بحب الخضره جدا، بعشق الزرع. انت عارف ما يصدع على اذان الفجر؟ بتاع ربع ساعه. هات لي الشرب طبيعي. فالحق بقى عشان تشرب. هات لي اروح اجيب لك ميه في ثانيه. الله ينور عليك يا اسطى. طبعا يا جماعه خالي محمد لما رحنا القاهره ورحنا عند خالتي راح نايم على طول وصحي على الفطار، وبعد كده مشينا. فلما جه غير هدومه وقال ايه لازم نمرش العربيه، عشان العربيه كانت معفنه بصراحه، كانت معفنه قوي. تاخد حقها، تعبت معانا يبقى لازم نروق عليها. لا بص الله اكبر، العربيه بتلمع. بص الكاوتشات عامله ازاي. فالعربيه كانت منتنه بره وجوه. الله ينور عليك يا اسطى وتسلم ايدك. المهم بقى يا جماعه عشان اليوم بتاعنا كده خلص واحنا خلاص هنصلي الفجر بقى وننام، فنقول لكم بقى نشوفكم على خير، ويا رب تكونوا كده في احسن حال. ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ونشوفكم على خير وفي رعايه الله مع السلامه. ايه رايك يا زياد؟ صح؟ لا الله اكبر، العربيه بقت بتلمع والله العظيم. لو في وقت غسلتها قبل ما اروح بيها الصغيره. لا العربيه الله اكبر بقت عروسه. يلا تصبحوا على خير يا جماعه، وقبل ما تخرج من الفيديو انزل حط اللايك. يلا تصبحوا على خير.